فرق كبير 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 ما بين تأسيس دولة وما بين أرض كانت مباحة لجميع التنظيمات الإرهابية. لا الله أكبر ما شاء الله تبارك الله، تو فرق تو الله أكبر، تو جيش وشرطة عندي مركز الساحل أفتح محضر، جبيلة عندي أفتح محضر، مديرية قاعدة، جميع الأجهزة الأمنية متواجدة بدارنا، جهاز الأمن الداخلي، جهاز الأمن الخارجي، القضاء. الله أكبر، فرق كبير. شايف كيف شفت أنا بيدي أنا أب الشهيد سنوسي نصر الله سنوسي اللي هم شنقوه أنا قدام العالم أمام الجماهير، ومعه محمد المصري ولدي كان طيار في القوات المسلحة بي، والعالم هذا كله علم درنا كله يعلم بيها. ليلة 27 رمضان نفذوا فيه حكم جائر ولا كلف شيء إلا ملابس لبس عسكري بس، يمكن هذول رفاق ده وهذا من رفاق تعرف. تو الحمد لله عاشت درنا وعاش اللي فيها وما شاء الله عليها، وإن شاء الله ينصر الجيش في كل مكان بعون الله. يعني بالنسبة مدينة درنا كانت مدينة درنا محاصرة من جميع جهات، وبالنسبة للخضرة اللي تشوف فيها والناس اللي تشوف فيهم والعالم ما شاء الله والحركة ما كانتش فيه، ونحن مسكان مدينة دارنا ما تحركناش مدينة دارنا سواء في الإرهاب سواء بعد ما خش الجيش. يعني توا ما شاء الله الله أكبر في الجميع حاجة أسعار نازلة، بنزينة فيه، غاز فيه، لحوم فيه، سيولة ما شاء الله. بالنسبة للمدينة الله أكبر كيف ما تشوف فيها أنت، يعني بجميع ما تبي ما شاء الله الله أكبر. بالنسبة للخضرة، بالنسبة للناس، بالنسبة للمناطق تم يخشن علينا، بالنسبة للزحمة هذه ما كانتش فيه، كانت تعزق لبرة تسمعها في دارنا الدواعش من الإرهاب، لكن توا ما شاء الله الله أكبر ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فضل الجيش، فضل المشير أركان خليفة حفتر